هذا السؤال سئلته وأنا بدوري أمرره. هو لما تقرأ في فلسفة الأنوار اللي فلسفة التحولات في أوروبا بعد الحرب بعد في فترة الثورة الفرنسية وما بعدها، ستجد نشأ تيارين كبيرين. الحقيقة ليسوا تيارين كبيرين، هو تيار كبير وتيار صغير. تيار كبير جدا قاده معظم المفكرين اللي قالوا إنه الدين له مكان في حياة المجتمع، ولكن ليس الدين بتعريف الكنيسة. فقالوا بطلب على الدين بكراس شروط. دين بالنسبة لهم لا يمنع العقل ولا يمنع التفكير ولا يضع الإجابة الدينية مكان الإجابة العلمية لمكانها المعمل والتجربة. وضعوا كراس شروط لمرور الدين للعصر الجديد، لأن الكنيسة كانت تعتبر الكتاب المقدس هو الحكم على الواقع الخارجي. يعني إذا الناس يلاحقون القمر ويلاحقون الشمس ويلاحقون الأرض الدور هي حول الشمس، لكن الكتاب المقدس تفسيره أن عكس ذلك، فعلى الناس أن يلتزموا بالكتاب المقدس رغم أن حقائق الواقع الخارجي. فقالوا مثل هذا السلوك غير مقبول في العصر الجديد. هو الذي قالوا نحتاج الدين لكن بكراس شروط. فولتير ومونتسكيو وكل هؤلاء الناس كان هذا مطلبهم، وهوبز وروسو وكل المجموعة، ومجموعة صغيرة جدا قادها ديدرو اللي هو ألف الموسوعة الفرنسية الفلسفية اللي جمع فيها 60 فيلسوف أوروبي جمعها في كتاب واحد، كان يؤمن بإخراج الدين تماما من الساحة، اللي هي اللائكية الفرنسية اللي قالت اشنقوا آخر قسيس آخر ملك بأنعاء آخر قسيس وآخر كل كنائس ويبدأ العالم من الصفر. هذا كان مجموعة صغيرة ليست مجموعة كبيرة جدا في أوروبا. والمباحث اللي تبعت ذلك هذا الفراغ الذي تركته الكنيسة وراها حاولوا أن يملؤوه بإجابات متنوعة، مثل مبحث الأخلاق. مبحث الأخلاق تنوعت المدارس الأخلاقية في أوروبا، وأشهر شخصية قدمت فلسفة للأخلاق قد حافظت على التوازن الأوروبي كان كانت. وكانت يعتبر من المتدينين داخل الساحة. فأنا أعتقد إحنا سينشأ عندنا طلب على الدين بكراس شروط. وأعتقد أن النحت في هذا الفضاء الآن جاري.